مرحبا بكم اليوم في مطبخ سهيلة. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم واحد الوصفة جميلية ديال الوجه، يعني غنحتاج فيها بياض البيض ونحتاج فيها مايزينا. غنديروا هاد الخليطة غنوضعوا على وجهنا، غنخليه واحد لمدة 20 دقيقة حتى نص ساعة ونغسلوه وجهنا بالماء دافي كيعطي نتيجة فعالة. هذا شنو اللي كيحيد ماشي حب الشباب، وإنما داك الحبوب الرقيق اللي كينوض باش كيكون الجو بارد أو الجو عفوا الجو سخون مع اليوم كاينه الحراره بزاف. المهم كنتمنى انكم تجربوه. ها هو كي كتشوفوا هانتوما انايا خلطتو مزيان، كتلتا كتلقى الرغوه هادي. دونك صافي دابا غنوضعو على الوجه ديالي ونجلس بيه واحد لمده نص ساعه. صايا من بعد عاوتاني نغطليه في الصباح عاوتاني غنعاود واحد اخر يعني حتى يتسالى ليا.